صباح الخير يا شباب. إن شاء الله بعتت لكم امبارح محاضرة تانية، ودلوقتي المحاضرة التالتة. كده إن شاء الله نبقى خلصنا السنسور، واللي عايز أسئلة أو أي حاجة إن شاء الله المعيدين معاكم تواصلوا معاهم وتواصلوا معايا برضو، نديتكم نمرتي فبرضو إيه نقدر نجاوب على اي اسئله حتى في الاسبوع الاجازه اللي هو صحيح مش هتقرفون انما اعرفكم يعني. كنا بنتكلم بالذات، هتكلم عن الاجزاء النظر اللي بتيجي في السؤال، دايما بيجي في جزئيه نظري وبعدين مساله. فتقريبا المذكره او اللي احنا صورناها وبعتناها لكم امبارح يعني ما فيهاش أول نظري، إنما بدي أتكلم عن النظري. فالنظري ده هو هتكلم نمرة واحد عن الاستخدامات بتاعت البيزو إلكتريك ماتيريال، فإحنا قلنا استخداماتها كتيرة جدا جدا جدا، من إنها بتقيس بريشر وفورس وفايبريشن وبتقيس الحاجات اللي الميكانيكال الحاجات دي، بس غالبا اهم استخداماتها في الفورس والبريشر والفايبريشن، واي حاجه تتحول للحاجات دي هي تقدر هي ايه برضو تقيس. ودي اللي احنا قلنا ان هي دي عباره عن ماتيريال، الماتيريال دي هي هنشوفها ايه لما بتضغط بيظهر على سطحها شحنة موجبة والسطح الثاني شحنة سالبة، طبعا لأن طبعا لابد يبان فيه شحنات ثابتة، والشحنات هتبقى ايه الموجبة لازم يكون فيه شحنات سالبة مناظرة ليها. استخداماته بقى احنا قلنا في بالنسبة لينا احنا كترانسديوسر هي الحاجات اللي هي، انما في استخدامات اخرى كتيرة اللي هي قلنا الترانسميتر والريسيفر بتاع السوبر سونيك سيستم، ودي اللي هي اللي بيصوروا بيها، يصور البيبي في بطن امه ويصور افواج السمك دي. بدات بانهم هم بيقدروا يشوفوا افواج السمك في الصيد، وبالتالي يقدروا يصطادوا كمية أكبر من السمك. وبعدين قلنا إن كمان حاجة أبليكيشن في الصناعة اللي هو في الأوسيليتور، وقلنا يمكن دي اللي في إيد كل واحد فيكم ساعة فيها كريستال أوسيليتور، والكريستال أوسيليتور ده هو اللي بيظبط التردد بتاع الأوسيليتور عشان خاطر يروح على الاستيبر موتور، عشان الاستيبر موتور يمشي بايه بانتظام. فطبعا اصبح دلوقتي الساعات يعني الدقه عاليه جدا جدا من عن زمان، انتم ما حضرتوش انما احنا حضرنا الزمان قوي لما كانت الساعه عادي تتاخر دقيقتين في اليوم ولا دقيقه في اليوم، في اخر الاسبوع تلاقيها مأخره 5 دقائق ولا 6 دقائق ولا مقدمه الله يحفظ. فدي اللي هي الكريستال أوسيليتور اللي هي مهمة جدا جدا في الصناعة. دي بالنسبة لليوسز الاستخدامات. بالنسبة للفنومنا اللي هي الظاهرة ان هي لما الماتيريال اللي هم هنشوفهم ايه هم الماتيريال دي هي لما بتضغط بيظهر شحنات موجبة وشحنات سالبة عليها، نستغل الشحنات دي هي تتحول إلى فولت، وبنقيسه في الآخر نقدر نقيس البريشر أو الفايبريشن أو الفورس أو أي حاجة، زي ما احنا هنا قسنا الفورس بيها في النموذج بتاعنا اللي هي دي. بالنسبة للفنومنا، بالنسبة للماتيريال الحقيقة أهم أربعة ماتيريال في البيزو إلكتريك ماتيريال اللي هو الترمولين والكوارتز، أو الكوارتز الأول الحقيقة خليها أهم بالله حسب الأهمية، الكوارتز والترمولين
والريشل سولت والباريوم تيتانيت، يعني كفايه عليك او تعرف الاربعه دول. في حاجات تانيه انما يعني مش ذات اهميه كتير. الاربعه دول هم الحقيقه طبعا مختلفين اختلافا كبير جدا في خواصهم. وشفنا الديكو افيشنت اللي هو كيو على اف، اللي هي الشحنه اللي ناجده دي سنسيتيفيتي، لان احنا لما بنحط عليه فورس بيديني شحنه، يبقى الشحنه على الفورس دي تدي الايه الاوتبوت على الانبوت بالنسبه لبتاع دهوت. بالنسبه لي الكيو على اف فيه في اخر الخط برضو نفس القصه، لما بتحط له لما تحط عليه فولت، لما تحط على الكريستال دي فولت بتتذبذب يعني بيحصل فيها ديفورميشن، يعني بيحصل فيها دلتا تي، هي السيكنس بتاعها تي دلتا تي اللي احنا مسمينها اكس في المحاضرات بتاعت. يبقى برضو الناتج اكس على دلتا على في هو برضو نفسه دي. وقلت لكم امبارح ان احنا نثبتها ان كيو على اف هي ليها نفس الدايمنشن بتاع اكس على في. ده بالنسبه للماتيريال. الحقيقه البروبرتيز بتاعت الماتيريال دي هي متغيره جدا جدا، فبالنسبه ندرس البروبرتيز. اول بروبرتي اول خاصيه في المواد دي الكوري بوينت. الكوري بوينت هي درجه الحراره اللي عندها الماتيريال دي تفقد خاصيتها كبيزو الكتريك ماتيريال، تفقد خاصيتها كبيزو الكتريك ماتيريال. ف كل ماده لها كوري تمبريتش. واحسن ماده بالنسبه لي في الكوري تمبريتش بتاعتها عاليه هي الكوارتز. الكوارتز زي ما مكتوبه هنا الكوارتز 550 درجه الحراره، ده درجه الحراره 550. اللي بعدها على طول التربولين برضو درجه هم الشباب هم موجودة عندك في المذكرة. الكوارتز 550، الترمولين اللي هو 300، الترمولين اللي هي البي جي تي اهو مكتوبه فوق البي جي تي، البي جي تي اهو اللي هو ليد زيركونيت، لا زر باريوم تيتانيت، الباريوم تيتانيت. انما الريشل سولت سوري لا 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 سوري لا احنا بس الكوارتز 550، الاي دي بي اللي هو الاي دي بي اللي هو الومنيوم دي هيدريت وثونيت، معلن فين الكوارتز الترمالين، الترمالين اهوت ترمالين مش كاتب الحقيقه انما هو برضو الكوري تمبريتشر بتاعته عالية. طبعا واضح ان الريشل سولت اللي هو احنا قلنا بيستخدم كلاكساتيف يعني مسهل درجة حرارته 45 ما ينفعناش، لانه طبعا عند درجة حرارة 45 بيفقد خاصيته كايه كمادة بيزو الكتريك ماتيريال. اللي ماشي الكوارتز وهو ده اللي هو بيصنع منه طبعا في الاستخدامات، ولعت البوتاجاز وولعت السجاير والحاجات ديت، لانه بيولد فولت عالي جدا، فولت عالي بتاع دوت ممكن تكهرب. فرغم ان تبص في الجدول اللي فوق ده هو تبص تلاقي الكوارتز الدي بتاعته سنسيفيتي 2.3، بينما مثلا شوف اللي تحت منه الريشل سولت ال 550 550 الدي، يعني الدي بتاعت
بتاعت الرش الصوت عالية جدا جدا، حساس جدا جدا. انما للأسف انه طبعا الكوري تمبريتشر بتاعته قليلة، وهنشوف عيوب تانية فيه كتير، انه هو هش وما يستحملش الفورس اللي هتنزل عليه والحاجات دي هي. فهشوف الخواص دلوقتي ايه. فيبقى اول خاصية هي ايه يا جماعة؟ الكوري بوينت. اول خاصية اللي هي الكوري بوينت، بحيث ان هي دي بتبين لي ايه اللي بتاع ده هو. درجة الحرارة اللي عندها المادة تفقد خاصيتها كبيزو الكتريك ماتير. في الكوري بوينت وفي اي ار، احنا بنقول ان المادة دي هتعمل مكثف، هتبقى مكثف زي ما شرحنا في الاول في السيورين. هي ده ايه مكثف؟ مكثف ده هو هيشحن بشحنة دي كيو، اللي هي احنا برضو في الاول الاستنتاج ان احنا قلنا بتاع ده هو. فالمكثف ده هو قيمته بتعتمد على ايه؟ على ايتا ار. دي ايتا ار اللي هي ريليتيف بيرميتيفيتي، ايتا ار ريليتيف بيرميتيفيتي. وبعدين في عندك سيجما ماكسيمم، دي اللي هي الماكسيمم ستريس اللي تحمله الماده، وده طبعا مهم جدا جدا. برضو الكوارتز في بالنسبه للسيجما اللي هي الماكسيمم ستريس بتاعه يتحمله عالي جدا جدا. وبعدين اللاستيك مودولس بتاعه عالي، والريزيستنس بتاعته عاليه عشان خاطر ما يعملش تسرب للايه اللي يعمل ليك للشحنه، وبالتالي يعني ما يلحقش الشحنه تتقاس. او بمعنى اخر هيبقى التاو داش بتاعته هيبقى ايه؟ صغير. ده بالنسبه للخواص اللي هي الخواص اللي هي ايه؟ الكوري بوينت وايتا ار وسيجما ماكسيمم والالاستيك مودولس والريزيستنس. هقول انا دلوقتي المزايا، ادفانتج اوف كوارتز اند تورمالين. الادفانتج اوف كوارتز اند تورمالين، هاي الاستيك ستريس طبعا فايده، هاي كوري بوينت فايده، هاي ستابيليتي ثابت ما يتغيرش، على اساس ان هو لو كان في اوسيليتور الفريكونسي بتاع الاوسيليتور ما يتغيرش. وبعدين هاي ريزيستيفيتي، وبالتالي طبعا هنس لو ليك، وتاو تبقى ايه؟ عاليه. وبالتالي اليانجس مودلس بتاع الكوارتز 80 في 10 اس 9 نيوتن بير متر تربيع. طبعا الحاجات دي انتوا ميكانيكا، فبالتالي عارفين اليانجس مودلس بتاعه 80 في 10 اس 9 نيوتن على متر التربيع. والايتا ار بتاعته 5، ايتا ار 5، واليانجس مودلس 80 في 10 اس 9 نيوتن بير متر تربيع. على فكره بعض الاحيان بنجيب تو سلايسز من الكوارتز اللي هم بعضهم بنحطهم اما ان سيريز واما ان بارل. دي ليها ميزه في السيريز، بيبقى الكيو واطيه والفولت عالي، وفي البارل العكس، كيو عاليه والفولت واطي. هنا 1.5 الفولت، انما هنا 3/4. فدي يعني حسب بتاع اللي هم او ما تحطتهم هنا ان بارل وحطتهم هنا ان ايه ان سيريز. ده بتاع ده هو الخاصيه بتاعت الايه، المزايا بتاعت الايه، الادفانتج اوف كوارتز اند تورمالين عن الايه، عن الباقيين. يبقى اتكلمنا عن الحاجات دي هي اللي هي البروبرتيز، واهميتها ايه، واهميتها ايه اللي هي اي تي ار وسيجما ام والاستيك ستريس والريزيست. وبعدين ادفانتج اوف كوارتز اند تورمالين قلتها لكم. وبعدين ديفرنت كونستانتس. الكونستانت احنا خدنا ايه من الكونستانت؟ خدنا الاول الدي، دي اللي هو ايه
كيو على اف او اكس على في، اللي هي كيو على اف اللي هي بتساوي برضو اكس على في. دي الدي اللي قلناه. وبعدين اتعرضنا للأسف ان احنا كي استعملناها مرتين، مرة في الالكتريكال اللي هي مرة كانت عبارة عن في على اكس، باينة هنا في المذكرة اللي بعتها لكم، باينة كانت في على اكس. اهي الكي في على اكس، كي في على اكس. للاسف ان انا استعملتها بعد كده وثبتها كي برضو، اللي هي في الايكويشن الميكانيكال اللي هو لما قلنا اكس دبل دوت زائد دي اكس دوت زائد كي في اكس بيساوي الفورس. فالكي هنا اللي هي الفورس على ايه؟ على اكس، فورس على اكس، اف على كي، فمختلفة عن دي. فالنبي تفرق وانت بتقرا، فرق ان كي دي عن كي دي. كي الاولانية اللي هي في الالكتريكال الفولت على اكس، اما الكي الثانيه هي الفورس على اكس اللي هي في الـ الكويشن اللي ايه بتاعت الميكانيكال. ما احنا عندنا تو كويشن، واحده للالكتريكال وواحده للميكانيكال، اللي هي لما قلنا اللي هي حل الكويشن الميكانيكال دي هي. يبقى كي اللي هي ايه؟ كي اللي هي في على اكس، ادي كونستانتين كي هتساوي في على اكس، او كي بتساوي اف على ايه؟ اف على اكس. كي الثانيه نسميها كي دبل داش ولا حاجه. وبعدين في الحقيقه كونستانتين مهم جدا جدا، موجود في مسائل جي ده اللي هو الالكتريك ستريس على الميكانيكال ستريس. الالكتريكال ستريس على الميكانيكال ستريس، الالكتريكال ستريس اللي هو ايه؟ عارفين احنا الاجهاد الكهربي اللي هو الفولت على ايه؟ على المسافه، فولت على اكس. والله سميها تي بقى اللي هي الفولت على تي، السكن سكول، فولت على تي السكن سكول. ده الالكتريك ستريس. الالكتريك ستريس لما يكون عندك ماتيريال وهيت وحاطط عليها بين بتاع ده تو الكترود، وبعدين حطيت عليهم فولت، كل ما ازود الفولت هيحصل رابط شرط في الماده دي هيت، وبريك داون شراره تتنقل بين الالكترود والالكترود ده، خارمه تخرج الايه؟ العازل ده. فده اللي هو اللي اسمه الالكتريك ستريس، اللي هي الالكتريك فيلد. الالكتريك ستريس اللي هو الالكتريك فيلد اللي هي الفولت على المسافه. الالكتريك فيلد الفولت على مسافه. يبقى في على تي الالكتريك ستريس في على تي، والميكانيكال ستريس اللي هو الفورس على الاريا، طبعا دي 100% الفورس على الاريا. يبقى الجي هو الالكتريك ستريس على الميكانيكال ستريس، في على تي على اف على ايه، ده اللي هو الجي كونستانت. يبقى احنا اتكلمنا شفنا الدي كونستانت والكي كونستانت والجي كونستانت. في على فكره ثوابت اخرى، انما الحقيقه مش عايز اكتر عليك الثوابت علشان خاطر ما تتلخبطش. فدي اللي هي ايه الجزء اللي بيقول الديفرنت كونستانتس، هي ايه الثوابت اللي في الشابتر بتاعي، هي الدي كيو على اف او اكس على في، الكي الثانيه او كي داش الثانيه في على اكس اللي هي في الكهرباء، وبعدين في الميكانيكال هي اف على كي، استعملناها مرتين للاسف كان لازم
نحدد من الاول، وبعدين الجي اللي هو الالكتريك ستريس على الميكانيكال ستريس، مش عايزك تعمل اكتر من كده. فاضل شوية ترى أحل لك مثال ولا اثنين يبقى في الحالة دي. يعني ايه؟ لا بدي اقول حاجة من هو. من الادفانتج في الكوارتز كمان يا جماعة الحقيقة، كمان الكورو بوينت قلنا عالية 550 والهاي ستابيليتي قلناها، والدي تشينجز اونلي بعد تغير الدي بتاعته تشينجز اونلي باي 3% when temperature increase from 200 from 0 to 200 from 0 to 200 degree centigrade. الدي تتغير 3% بس، يعني تغير بسيط جدا جدا بتاع الهواء. فدي ميزه في الكوارتز ان الدي ما بتتغيرش مع درجه الحراره، الدي لا تتغير مع درجه الحراره. البرميتيفيتي برضو changes only من 4.5 الى 4.75. انا كنت قلت 5 بعضهم يعني بتاع الهواء، انا كنا كاتبين 5، انما هي من لو كانت 4.5 تتغير من 4.5 الى 4.75% لما التمبريتشر توصل لغايه 550، يعني لغايه ما يبقى يصبح ما هواش بيزو الكتريك. فدي طبعا تغير طفيف جدا من 4.5 ل 4.75 من درجة الحرارة لغاية ما درجة الحرارة توصل 550، ده مزايا كبيرة جدا جدا. يبقى الدي ما بتتغيرش والبرميتيفيتي ما تتغيرش والهاي سيف هاي سيف ستريس طبعا لما قلنا لغاية 100 × 10^6 نيوتن على متر تربيع يتحمل البريشر يعني، وسيف هيوميديتي رينج من 0 ل 100%، يعني يشتغل ممكن جدا داخل المية، يمكن جوه المية ممكن يشتغل. هاي ريزيستيفيتي طبعا معروفة أكبر من 1000 أوم متر. وبعدين الجي كوفيشنت بتاعه من دي خاص الكوارتز لأنه هو أحسن نوع، من الجي بتاعته 54 × 10^3 فولت فولت بير متر على نيوتن بير ايه بير متر تربيع، ده اللي فوق الالكتريك ستريس فولت بير متر، واللي تحت النيوتن بير متر تربيع اللي هو الايه الميكانيكال ستريس. والدي 2.3 بيكو كولوم، دي موجوده في الجدول، 2.3 بيكو كولوم بير ايه بير نيوتن، بيكو كولوم بير نيوتن اللي هي كيو على ايه على اف، كيو على اف 2.3 بيكو كولوم متر. ده الخواص بتاعت الطبق، ويا حبذا انك تعرفوها ان هي ديت بتبين اولا مزايا الكريستالات مزايا الكوارتز عن الحاجات اللي ايه الاخرى. هشوف مسألتين ولا حاجة زي كده وأكون خلصت مع كل. فمثلا بيقول لي إيه كريستال دايمنشن بتاعتها، اللي هي المسألة دي موجودة عندكم برضو اللي هي صفحة 15 في المذكرة اللي رفعناها ليكم. التي 3 ملم، السكنس 3 ملم، واللينس 5 ملم، والعرض بتاعها 20 ملم او العرض والطول ولا اي حاجه، دي العرض والطول ودي السكنس بس ميز دي عن دي. العرض والطول ما تفرقش، انما السكنس هو اللي يفرق. از سبجكتد تو ا فورس اوف 5 نيوتن، حطينا عليها قوه 5 نيوتن. طبعا 5 نيوتن ده قليله قوي، انما بالنسبه لي الدايمنشن دي صغيره قوي، فبالتالي ال 5 نيوتن تعتبر the coefficient 26 جي coefficient 26 × 10^2 فولت بير متر على نيوتن بير متر تربيع، ده الالكتريك ستريس وده الميكانيكال ستريس.
فايند ذا جنريتد فولتج، عايز الجنريتد ايه فولتج. فدلوقتي عندك اجيب الالكتريك فيلد، جبت الالكتريك فيلد اللي هي في على ام، اللي هي ام دي هتبقى 6 فولت بير متر، دي هتبقى 6 ام دي هي 6، وبعدين بعد كده اضربها في السيكنس يديني ايه فولت. يبقى جي عايز اجيب دي الكتريك ستريس، مديني جي اللي هو الكتريك ستريس على الميكانيكال ستريس. يبقى دلوقتي اجيب الكتريك ستريس اللي هو جي اللي هي دي هي في الميكانيكال ستريس. فالميكانيكال ستريس بيساوي ايه؟ بيساوي الخمسه الفورس 5 نيوتن على اللينز على ال في دبليو، الاريا ال في دبليو. يبقى 5 على ال في دبليو هيديني الايه؟ الميكانيكال ستريس. اضرب الميكانيكال ستريس ده هو في جي يديني الالكتريك ستريس فولت بر ايه؟ على اضرب الالكتريك ستريس في السيكنس اللي هو تي 3 ملم يديني الفولت اللي هو ايه؟ عايزه. اتفهمت الخطوات بتاعت ال في حاجه؟ تمام. الخطوات بتاعت المساله هتطلع اهيت يا جماعه، ما فيش حاجه فيها حاجه خالص، زي ما قلت لكم الخطوات اهيت تديني دي. في مساله ثانيه اللي هي المسألة صفحة 12 5 12 5 12، بيقول ايه؟ How much force must be applied to a parallel connected cantilever crystal to create a 9.5 volt signal. يبقى الفولت اللي هيطلع هي ايه؟ 9.5 فولت. Crystal dimension are lens 7.5، الويدز 12.3 ملم، السكنس 1.92% ملم. السيوم جي بتساوي 11، ما لكش دعوه بتاع بالناقص اللي هي على اساس دي حسب القط بتاع السيجنال، يعني السيجنال بتاع الكريستال، الكريستال مقطوعه اصلا، الكريستال مقطوعه في اي اتجاه بتدي ده. فالحل بتاع المساله دي هي تبقى مدي لك ايه؟ مدي لك الفولت، ومدي لك الدايمنشن، ومدي لك جي. يعني هي الحل هو اهو جي اللي هي الالكتريك ستريس على الميكانيكال ستريس، وهو عايز الاف الفورس، ومدي لك الفولت 9.5 فولت. فالكتريك ستريس حاجه، اقول ايه الكتريك ستريس؟ اللي هو الفولت على السيكنس، السيكنس مدي لك 1.92% من المتر، يبقى الفولت على السيكنس يدي لك دي، ادي الكتريك ستريس. ومدي لك جي، هو مدي لك جي، يبقى اقدر اجيب الميكانيكال ستريس. الميكانيكال ستريس بيساوي ايه؟ الكتريك ستريس على جي. الميكانيكال ستريس لو هات الناحيه دي وهات جي الناحيه دي، هيبقى الميكانيكال ستريس بيساوي الالكتريك ستريس على جي. الميكانيكال ستريس الالكتريكال ستريس على جي اه، يبقى بيساوي الالكتريك ستريس اهوت جبناه اللي جبناه من هنا اهو على جي اهيت اللي مديها لي، اداني ايه؟ اداني الميكانيكال ستريس. الميكانيكال ستريس اجيب الاريا، المكان السلس اللي هو الفورس على الاريا، اجيب الاريا مش كده، وبعدين اضربها في المقدار ده هو يديني ايه؟ يديني الفورس. فالاريا اللي هي الطول في العرض هو 7.5 في 12.5 في 10 ناقص 6، 10 ناقص 6 دي 10 ناقص 3 بتاع الدي، و10 ناقص 3 بتاع الدي، يبقوا ايه؟ يبقوا 92.5 في 10 ناقص ايه؟ 6. الميكانيكال ستريس يساوي في الاريا يساوي الايه؟ الفورس اهي 41.5 نيوتن.
المسائل دي هي معاها سهلة يعني كل هيئة، فمش عارف يعني عندك الحلول كلها يا جماعة، فبالتالي برضو مرن نفسك إنك أنت تفهم. فكده يعني الحياة بتاع دهوك يعني كان في مسألة اللي هي صفحة 11 كان في حاجة اللي هي عشان تعرف بس الوحدات يا جماعة، هو لخبطته إن هو مديني مديني إيه؟ 125 ملي فولت بر كيلو باسكال، فملي وكيلو وباسكال ده باسكال ده هو بريشر، باسكال ده بريشر. And the area of كذا find the sensitivity جي، فانت سهل او انك انت تفهمها، جي دي اللي هي فولت بير متر، فولت بير متر الفولت على السيكنس وعلى الفورس على الاريا. لو حطيت انت فولت على الفورس على الاريا في واحد على تي اهي اللي هي دي عشان تفهمها كويس. وبعدين دي هم اهم اللي هو الفولت على اف على اي اهي اللي هي من هنا 2.5 اهي الكوارتر اهي، وعلى 1000 وبعدين على 10^3 اللي هي التي التي. وبعدين جابها، المهم ان هو ايه مشي بقى، ما فيش اشكال كبير، فطلع لك المطالب بتاعتك 5% اللي هي الجي اهي. فهنقف بقى على الحكايه دي هي، وبرضه تتعب نفسك تشوف المسائل اللي باقيه، هجيب لك منهم مساله، هجيب يعني سؤال كامل على البيزو الكتريك ماتيريال، بيزو الكتريك ماتيريال. انا اديتكم باين الامتحان بتاع الترم اللي فات رفعناه مش كده؟ وهو اللي هو الامتحان. طب اقفلهم ونشوف كده.